انا حامله. عرفت تخلطوا لي مشاعر ما بين الضحك والفرحه وكل شيء، ما عرفتش وانا حامله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صافي الخايب، صافي. مالك يا خاف؟ يلا الوداع. بنات كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم 5-5 كما العاده. اليوم مع فيديو جديد، والصراحه الفيديو مختلف تماما على الفيديوهات اللي كتشوفوا. هذا النهار بحال هذا النهار هذا ولدت ازر، الله يحفظه لي والله يحفظ لكم وليداتكم. ازر كمل عام، والصراحه كيف ما كتعرفوا كاملين انا كنت ولدت في رمضان، وحتى هذا العام لانيفيرسير ديالو جا في رمضان. لهذا راكم عارفين رمضان مع الفطور وديك الشيء بنادم ما يقدرش ياكل الحلوه، فقررت نحتفل به غير انا وبابا، نديروا له شي حاجه يعني غير مزيه بين ما يخرج بليطور رمضان ان شاء الله. وديك الساعه ندير له لانيفيرسير ديالو، والصراحه والله انا عجبتني هاد
عجبتني هذا الحفل الرمزي اللي درت له انا دابا انا وبابا، حسن الصراحه من ديك الناس بزاف وديك الشيء هكا، بعد الواحد كيعقل عليه وكيبقاو لي سوفونير وراكم عارفين. المهم المهم باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، غادي نخليكم تمشيو تعيشوا معايا الاجواء. بالنسبه للطاقت غادي نبارطاجيها معكم في الاخر ديال الفيديو، راه صايبتها انا، حلفت حتى نصايب له انا لطاقت ديال العام ديالو الاولى، واخا شي حاجه زعما لا سامبليسيتي ولكن واعره، جات لا في المنظر لا في المذاق، جات بنينه. وهذا ما كان، وبهذه المناسبه بغيت نقول لولدي الله يحفظه لي والله يخليه لي والله يطول له في عمره ان شاء الله، عقبال 100 عام ان شاء الله نحتفل به، وديما غادي يبقى ولدي صغير في عويناتي، وكنتمنى ربي يوفقه في حياته وينجحه ويعطيه كاع داكشي اللي كيتمنى. وولدي راه شنو نقول لكم، راه هو الكبده ديالي، راه هو قلبي، هو كلشي دابا في الحياه ديالي. كنتمنى ربي يحفظه لي، وحتى نتوما الله يحفظ لكم وليداتكم وتشوفوهم كيف ما تمنيتوا يا رب. صراحه التعبير كيخونني في هذه اللحظات، ولكن داك الحب ديالي ليلو راه ما نقدرش نوصفه، واخا نعيا ما نهضر عليه ما غاديش نقدر نوصفه. حتى نتوما الله يسهل عليكم، واللي كتمنى الذريه الصالحه الله يرزقها يا ربي، ونخليكم تمشيو معنا تعيشوا هاد الاجواء هادو. كيف ما قلت لكم كنوعدكم ان شاء الله مور رمضان غادي ندير له لانيفيرسير، يكونوا معنا العائله والحباب، حنا في هاد اللحظات كنفتقدوهم. واخا كيف ما قلت لكم عجبني هاد الجو هذا، يعني اللي هو حفل صغير ورمزي، ولكن حتى داك اللحظات مع لا فامي كتكون حتى هي زوينه، مع جداته مع جدو مع خوالاته مع عماته. المهم راكم عارفين ضروري من العائله خصها تكون مجموعه وكل شيء باغي يفرح به، ولكن رمضان هو اللي صراحه ما يمكننا نديرو فيه حتى شي حاجه حتى يخرج رمضان ان شاء الله، ونديرو لانيفيرسير والطهاره الى كتب. ودابا يلا تمشيو معايا، لقيتوني وجدت راسي داكشي، المهم على قد الحال حقتكم غير باش نديرو تصويرات ونحتفلوا به، ونمشيو دابا نحتفلوا جميع. وكنتمنى لهذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، نكون خفيفه على قلبكم كما العاده، ومع فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسايش اختي الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي، ضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يبقى يوصلك الجديد. انا عارفه راسي غبلت عليكم في اليوتيوب، ولكن والله ما كنلقى له الوقت صراحه، كنتمنى نلقى الوقت باش نمونطي لكم هذا الفيديو ونحطو لكم في الوقت. ودابا يلا نمشيو جميع نحتفلوا مع ازار.
هانتوما شوفوا ازار النهار ديال عيد ميلاد ديالو الاول وقف الراس، وهانتوما واقف بوحدو ويا خيتي وشكون واقف؟ هي 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 كتهرس علينا ولدي، عرفتو خاف من ديك الشميعه فاش تشعلات خاف منها. يلا نشوفوا قيفه، نشوفوا قيفه. برافو على ولدي تبارك الله عليك. ازار كمل عام ان شاء الله، عقبال 100 عام ان شاء الله. الله 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 الله. Thank you.